عند شرائك نظارة شمسية جديدة، أحرص على اختيار النظارة ذات العدسات الخضراء، إذ يبدو أن ارتداء النظارة ذات العدسات الخضراء يساهم في التخفيف من الفايبروميالجيا والألم اللي في العضلي بشكل يفوق بقية النظارات الأخرى بحسب دراسة جديدة. هذه المشكلة الصحية التي يعاني منها الملايين حول العالم تسبب ألماً واسعاً في عضلات الجسم وتشعر الإنسان بالإرهاق، فضلاً عن إحداثه اضطرابات في النوم والذاكرة والحالة المزاجية والإصابة بالقلق والاكتئاب. يقول الباحثون إن ارتداء النظارات ذات العدسات الخضراء لعدة ساعات ربما يقلل من الألم الذي تسببه هذه المشكلة.